وللحديث عن أزمة المشتقات النفطية في العراق والاتهامات للحكومة بالفساد والتساؤلات عن مصير أموال البترودولار والفائض النقدي، معنا من عمان عبر الهاتف الخبير والاقتصادي الدكتور صباح علو. أهلا بك معنا دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك دكتور صباح. لنبدأ من ذي قار وتساؤلات عن مصير أموال البترودولار في المحافظة، أين ذهبت هذه الأموال وهل استخدمت بالفعل في التنمية كما يقول المحافظون والحكومات المتعاقبة؟ حقيقة عودتنا حكومات متتالية منذ 2003 ولغاية الآن ليس لديها شيء أكثر من تصريحات ووعود تعد بها الشعب العراقي في عمليات الاستثمار المختلفة والنهوض بالبنية التحتية، خصوصا في الجانب الاقتصادي وانعكاسه على الفرد. فمسألة البترودولار ما هي إلا بدعة لسرقة الموازنات حقيقة. يعني ما يخصص بحدود حوالي دولار ونصف في البصرة وكذلك أيضا في المدن العراقية الأخرى المنتجة للنفط أو الطاقة بشكل عام، هذا القانون لم يطبق بشكل سليم وصحيح من حيث التخصيص، ولذلك نلاحظ هذه كلها تسرق بأسماء ومشاريع وهمية لم تتواجد على أرض الواقع مطلقا. حيث العراق ينتظر موازنة 2022 لغاية الآن لم تقار، وهناك مؤشر كشف عنه مستشار رئيس الوزراء السيد مظهر محمد صالح أن الموازنة ستعتمد على أساس 50 دولار لبرميل النفط، علما بأن اليوم 14/2/2022 سعر النفط تجاوز 90 دولار، برنت 96 والنفط التكساس ب 94. وكل مؤشرات الدراسات الموجوده في العالم والواقع السياسي الدولي يؤكد على ان هذا العام قد الى 125 دولار، وبنفس الوقت يشير السيد مظهر محمد صالح الى امكانيه الاستعانة بالقروض من الداخل وليس من الخارج، حيث أنه احتمال أن تتهاوى الأسعار وتتراجع إيرادات النفط، ويقر بنفس الوقت أن العراق أصبح بلدا ريعيا 100%. طيب بالنسبة لي ولذلك نعم، أن أي شكل من أشكال البرامج الحقيقية لم تتواجد في كل مؤسسات الدولة التي تعكس إيجابا على معيشة الفرد العراقي. هذه المشاريع الوهمية يعني ما هي آلية الرقابة عليها ومن المسؤول عادة عن رقابة مثل هذه المشاريع ومتابعتها؟ حقيقة كل الوزارات بالعراق منذ 2003 ولغاية الآن هناك مستشارين للأحزاب الحاكمة هي التي تتحكم بأشكال العقود وكذلك أيضا المشاريع وغيرها، وتعمل على عمليات الخصخصة والتخصيص والإنفاق عليها من خلال أحزابها، سواء تأتي بشركات تنتمي لهذه الأحزاب وتفرض عليها شروطا قد تؤدي إلى زيادة قيمة المشروع بثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف في أحيان كثيرة. هذا هو الجانب الخطير في مؤسسات الدولة العراقية التي أوصلت العراق إلى يعني هذا الحال. دكتور صباح، يعني لربما تلاعب الأحزاب في المناقصات وفي المشاريع هو أمر متوقع، ولكن ما مسؤولية الحكومة عن تمرير مثل هذه المخالفات وهذه التجاوزات؟
بصراحة الإشكال اللي إحنا فيه هو أن الوزراء والمدراء العامين لا يملكون اتخاذ القرارات بشكل أو بآخر في تطوير وزاراتهم بشكل يعطي ناتجا جيدا لعملهم إلا من خلال موظفي الأحزاب في داخل كل وزارة من الوزارة. وهذا هو يكمن عامل الفساد، ما يسمى بالفساد السياسي، الذي يعمل على تغطية الفساد المالي والإداري وغيره. كيف نفهم هذا التناقض دكتور صباح؟ يعني العراق يصدر النفط ولديه أزمة محروقات ومشتقات نفطية، ووزير النفط الأسبق عصام الشلبي يؤكد أن العراق قبل الغزو الأمريكي كان مكتفيا ذاتيا، يعني كيف نفهم هذا التناقض؟ حقيقة عملية الإنتاج النفطي للمشتقات النفطية وخاصة البنزين بكل أشكاله في العراق في الظرف الحالي، هناك مؤسسات للإنتاج ولكن تعمل على سرقته وتهريبه، والعمل على إظهار لوزارة النفط والطاقة أن العراق بأمس الحاجة لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج. هنا تكمن عملية الفساد الخطيرة حقيقة. يعني هناك شكوى حاليا كبيرة في العراق خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية من سوء جودة المشتقات النفطية والبنزين بالدرجة الأساسية. هذا يشكل لنا خطر في خضوع العراق حقيقة تحت طائلة التدخل الخارجي وبدرجة الأساسية إيران. من حيث التمديد الإمداد الغازي لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، وبنفس الوقت أيضا استيراد مشتقات نفطية من كل دول الجوار وبالذات من العراق. نعم. هذا هو الخطير الذي يؤثر بشكل أو بآخر في مسألة توفير المشتقات، خصوصا ممثلة في الموصل. هناك سوء كبير جدا في أمن والمناطق الغربية بشكل خاص وبشكل عام في المدن العراقية. نعم. بموضوع الطاقة دكتور صباح، يعني الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، بين العراق والمملكة العربية السعودية، برأيك هل سيساهم في حلحلة الوضع الاقتصادي للعراق، ولربما إبعاد النفوذ الإيراني في هذا المجال عن العراق؟ تعتبر عملية الربط مع دول الجوار خطوة جيدة بالاتجاه لتحريك الانفكاك من تأثير إيران، خصوصا في مسألة تزويد العراق بالطاقة الكهربائية أو الغاز. ولكن القيمة التي ستضاف إلى الشبكة العراقية من دول الجوار السعودية أو الكويت أو من الأردن أو غيرها لا تتجاوز الألف ميجاوات. العراق حاليا فيه عجز يقدر بحدود 10 إلى 12,000 ميجاوات. هذا هو الخطير في العراق. ولذلك نلاحظ المعالجات دائما تأتي بعيدة كل البعد عن التوظيف والتخصيص المالي الذي أنفق على وزارة الكهرباء لا يتناسب مع الإنتاج. يعني منذ 2003 ولغاية الآن حسب تصريحات لوزارة الكهرباء أنفقت ما لا يقل عن 50 أو 60 مليار. 60 مليار يعني أن العراق يمتلك 60,000 ميجاوات. هذا السعر الدولي. والعراق حاليا بحاجة تقدر بحدود حوالي 25,000 ميجاوات يحتاج، وينتج بحدود حوالي 17، وهناك تراجع.
تراجع من حيث الضغط الإيراني في بداية كل سنة في تخفيض الإمدادات الغازية بحجة أن هناك ديون أو غيرها. لذلك نلاحظ المشرفين على وزارة الطاقة والنفط في العراق يتأثرون بشكل أو بآخر بالضغوط الإيرانية من خلال أحزابها وأيديها الموجودة في مفاصل الدولة. نعم، إذن كنت ضيفنا من عمان عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لك.